عاد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إلى البلاد قادما من العاصمة المصرية القاهرة عقب ختام زيارة رسمية استغرقت يومين. وفي هذا السياق ذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أشاد بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، مؤكدا حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، وذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع الغانم، وتناول خلاله العلاقات الثنائية فضلا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية. أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة العربية السعودية فحسب، بل تزعزع أمن واستقرار الشرق الأوسط والعالم. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر بولي العهد السعودي أوردته وكالة الأنباء السعودية.